فتحت البوابات على بركات الله لتنافس يجمع الجاد والأفراس عمر الثلاث سنوات التي لم تربع على مسافة 1650 متر في الشوط الثاني في جزئه الأول. قيمة الجائزة 27,000 ريال. يبدأ الانطلاقة. الموحد معسكر الآن من الخارج يتقدم للمركز الأول. الموحد المركز الثاني. جويز المركز الثاني تتقدم الآن. محاولات التقدم وتحصيل مواقع من قبل أيضا هميلة الذي يتقدم مع تقدم جويز للمركز الأول. عسكر يتأخر للمركز الثاني ومحاولات هميلة للتقدم الآن. بن جولد كامب والموحد يحاول تحسين موقع مرة أخرى في هذا الشوط مع محاولات من قبل الجوكر للتقدم. الصدارة لجويزة في المركز الأول. عسكر في المركز الثاني. الموحد المركز الثالث. محاولات هميلة للتقدم المركز الرابع في الصدارة بطولين الآن لجويزة ابنة هيستوريك في المركز الأول في الظهور الرابع هذا الموسم. والصدارة لجويزة والمحاولات من عسكر في المركز الثاني. الموحد يحاول من الخارج مع أحمد الشايع الآن وأيضا محاولات التقدم من قبل وبالديمة. المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. الصدارة لابنة هيستوريك. جويزة في المركز الأول ومحاولات عسكر للدخول من الخارج. ابن على نار للتقدم الآن. عسكر من الأسماء المرشحة يتقدم للمركز الأول. عسكر في المركز الأول. محاولات وبلديمة للمباغتة ولكن عسكر يحسمها بطولين تقريبا لخط النهاية عن وبلديمة والموحد.